لا يكمل الرجل إلا بأربعة. إذا الإنسان توفرت فيه أربعة أشياء، طبعا رجل أو امرأة، إذا توفرت فيه أربعة أشياء يكون قد اقترب كمال. طبعا على قد ما بتجيب، على قد ما بتجيب من كل واحدة يكون بلغت عندك درجة الكمال. يعني كيف لما نعطي لواحد أربع أسئلة المجموع 100 علامة، لكن السؤال الأول من 25 جاء فيه 18، السؤال الثاني جاء فيه 25 و25، السؤال الثالث جاء فيه 12، السؤال الرابع طلع مجموعك قديش، فجاب مجموع 60، جاب مجموع 70، جاب مجموع 80. بس كونك أجبت على سؤال واحد 100% مش معناته أنت جبت علامة النجاح، لا، إنه نجمع الأربع أسئلة. الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول لك لا يبلغ الرجل الكمال أو لا يكمل الرجل إلا بأربع. شو هي الأربع؟ قال لك أول شيء بالديانة، لازم يكون لك دين، لأنه الدين الناس بيفكروا الدين عبارة عن روحانيات وتجليات وإلهيات، لا لا لا، مش هيك. الدين هو الذي يحركك من جوا. والله العظيم أكبر كذب الناس بيعرفوا لي الوطني. طب وطني وبعدين؟ الوطن بيدخلك جنة ونار، الوطن بيدخلك جنة ونار. القومية العربية، وهو شو اللي جاب المصائب لعالم غير قومية العربية الجذابية؟ شو جاب المصائب؟ الدين مش موضوع روحاني، أحكام تضبط بها الحياة ثم تكون نتيجتها إما جنة أبدا وإما نار أبدا. اليوم بيجي واحد يقول لك خطبة الجمعة، ليش ما لها خطبة الجمعة؟ شو مال خطبة الجمعة؟ خطبة الجمعة بتدخلك جنة يا نار. سيبك الآن، أعظم أسطول في تاريخ الدنيا، أعظم أسطورة في تاريخ الدنيا، اختار الاسم بدك إياه. بدك النمرود؟ ماشي، نحكي معه. بدك فرعون؟ بدك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ بدك أبو بكر وعمر؟ ماشي. المصير أنه الموت، المصير الموت. أعطيني بالحياة الدنيا كلها فكرة تنفعك بعد الموت. يعني بيجيبوا واحد يوم قام بيحاسبه، ولا معلش الزلمة كان وطني حتى النخاع، الزلمة كان وطني حتى النخاع، كان هو شاغر يقول بحب الأردن، بحب الأردن، هذا شهيق وزفير، شهيق وبحب وزفير الأردن، شهيق وبحب زفير الأردن. أفوتوا على الجنة؟ ما فيش أنه. لو جبت مين الوطنية أكذوبة، لأن الوطنية لا ثواب ولا عقاب عليها، وأي فكرة ما فيها لا ثواب ولا عقاب فيها طراز. ربنا اللي هو الله عز وجل سبحانه وتعالى حط جنة وحط نار. أنا بقول لك تعال يا أبو الوطني، شو سويت لوطنك؟ طلع أكبر السراقين وأكبر الكذابين. معناها شو الوطن طلع؟ هو مين اللي سرق الوطن؟ مش قاعدين بقول لك وطني مواطني الآخر، شو لك وراهم؟ أرصدوا شو لك وراهم. فقال لك لا يكمل الرجل إلا بأربع. أول شيء الديانة، كل عنده دين، لأن الدين هو الذي يجعل من شخصك مستقيما في المحضر، في محضر الناس وفي غيابه. أنت قاعد في مكان في غرفة لحالك وفي قدامك قلم رصاص، شو اللي بيمنع تحطه بجيبتك؟ شو اللي بيمنع تحطه بجيبتك؟ الوطن، القومية العربية، لا تشذبي. اثنين من دولنا العربية المتجاورة لبعض البعض كانوا نادوا بالقومية العربية، والاثنين تحاربوا مع بعض، فالوطنية يسيبونا منها. الديانة، لأن الدين هو الذي يجعل يقول حلال وحرام وعيب. لو أن المتهمين بالفساد عرفوا حلال وحرام وعيب ما وقع من واحد بالفساد، لكن ما تعلموش حلال وحرام. إجا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعث واحد اسمه ابن اللتبية، اسم صحابي يعني، وكان الشاب يعني شاطر بالحسابات، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الزكاة. والله روح النبي ما هو سارق خيط الإبرة، والله خيط الإبرة ما سرق، جاب بالليبرة كاملة، بس حكى كلمة صغيرة، قال يا رسول الله هذا لكم، هاي حصة الزكاة كاملة مكملة، والله مو ناقص منها خيط، هذا لكم وهذا أهدي إلي. هو حق الدولة ناقص؟ لا. أخذ شيء من مال الدولة؟ لا. أخذ شيء من مال المسلمين؟ لا. وهذا أهدي إلي. ويطلع النبي
أمر بلال أن يؤذن في غير الموعد، وجدت المسلمين كلهم على الجبل، ويطلع النبي يخطب خطبة. بس النبي ما بيجرح. في بعض الناس أسلوب إنه لازم تسب ولازم تشتم عشان والله إنك أنت معناته قوي، لا لا لا، النبي ما كان يسب ولا يشتم ولا كان يقول كلام. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة وقال فيها: ما بالنا نرسل أحدكم فيرجع إلينا فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، هل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر ماذا يهدى له؟ ابعد في بيت أبوك وأمك وخل نشوف مين مودي لك هدية. تحذب عليك هدية؟ لا. إذا الأهدي إليك هذا بسبب منصبة، اللي أهدي إليك سبب منصبة. من كتمنا مخيطا فما فوقه، مخيطا إبرة إبرة إبرة، من كتمنا مخيطا فما فوقه يأتي به يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذا بضبط فيها وطنية هاي، وبضبط فيها قومية، وبضبط فيها. وذلك أول صفة من صفات الكمال الديانة، تكون الإنسان عنده دين. الدين هو اللي بيخليك تغاوز بين عمك وبين الغريب، يقول لك عين الأكفى. الدين، الدين هو الذي يجعلك تمنح الناس فرص متساوية. ولو واحد إجى اليوم قال لي تلخص مشاكل الأردن، بدهاش خطبة الجمعة ولا بدها خطابة ولا بدها مؤلفات. يعني اليوم البيان الوزاري عن مشاكل الأردن، الخطابات عن مشاكل الأردن، المقالات عن مشاكل الأردن، شغلتين لا ثالثة له. شوهم السرقة والوسط، الأمانة والوسط، الواسطات أضاعت الكفاءات لأنه ما فيش دين، والسرقة ظاهرا وباطنا، العطاءات ومش عارف مين، واستلام العطاء ولجنة التشييك على عطاءات وتروحوا قبنا وحطينا، كله مغطى بالقانون. وشو مشكلة شغلتي؟ شغلتي ما فيش ذلك. يعني لو الآن جيت كل مشاكل المملكة الأردنية الهاشمية هنا بترجع تحت مشكلتي، ما فيش غيرهم، يعني ما فيش شيء ثالث. قلة الأمانة وكثرة الواسطة، بس هم هذول المشاكل. قلت الأمانة معكم في كل مكان، أمانة الرشوة قلة أمانة، العطاءات قلة أمانة، التنفيذ قلة أمانة، لجان الاستلام قلة أمانة، لجنة العطاءات قلة أمانة، قلة أمانة. وين ما تروح هذا اسمه قلة أمانة، قلة أمانة. والواسطة، لأن الواسطة تقتل الكفاءة. جيب لك واحد قطع موصل لا بيفهم لا بالدنيا ولا بالآخر ولا بالدين ولا بيعرف إشي، وأقول لك فضل سلم مسؤول. واسطة مش هو وصلته عاد الله على عاد الواسطة بترجع لقلة الأمانة بالنهاية. حتى الواسطة بترجع لقلة الأمانة، على سدر منسب ببيع البلد. شو يعني مشاكلنا على فكرة؟ يعني خلاص المشاكل، خلاص المشاكل دهاش، يعني كثير خطابات ولا بدها أوراق. يعني هو لو يجي واحد، لو الله يرزقنا سبحانه وتعالى واحد بس يحط مخافة الله بين عيونه، حط قدام نقطتين الأمانة والوسط، يقول هذول ما فيش، والله لا تصلح البلد حتى تكون كالصراط المستقيم، والله غير يفيض المال بيننا فيضا. ليش؟ لأنه ما فيش حد بيسرق المال وفي كفاءة بتنميه، شو بده غير هيك؟ هاد فهمني شو بده غير هيك. لما يكون مال ما بينسرق وفي كفاءة باللي بتدير المال، شو بده غير هيك؟ ارجع لكل مشاكل المملكة، بالتسعير تبع المحروقات، بالتوفير تبع الإضاءة الكهرباء، وين ما تروح انت عندك مشكلتين ما فيش غير اساس البلاء هم قلة الأمانة وكثرة الوسط. هذول مشاكل على مستوى